فاصل كنت بسأل اليسيا على فكرة يعني طبيعي ممكن بره في اوروبا ان البنات تحب الكورة وتروح تشجع أندية وتروح ملعب وتتابع ماتشات من المدرجات، لكنها تيجي بلد تانية تعمل ده في مجتمع الى حد ما في البداية طبعا اكيد كان غريب عليها. لا ومش بكده، مش بس كده، كمان تبقى مشجعة منتمية بتحضر ماتشات وكمان الجمهور يحصل بينه وبينها لينك او رابطة كده، كانت غريبة جدا بالنسبة لي انها تحصل بسرعة. ازاي حصلت العلاقة دي بينك وبين جماهير نادي الاهلي اليسيا؟ بص، انا بحب الكوره من وانا صغيره عشان بابايا. فلما جيت في مصر وانا كنتيش تعرفي الاهلي، انت تعرفي بس ان ميشيل يانكون بيدرب في الاهلي. لا انا عرفت الاهلي قبل ما بابا يجي. اوكي. طبعا العلاقه ابتدت مع شغل بابا اكيد اوكي. يعني. بس لما جيت هنا وزرت النادي وقابلت الناس هنا الجمهور، انا حسيت في حاجه في حاجه. الجمهور عندهم طاقة مختلفه. وانا من الستاديوم there's something is happening. You cannot imagine what's happening inside the stadium. يمكن انت حضرتي تقريبا كل ماتشات الاهلي بره وجوه، يعني شفت لك فيديوهات كتيره جدا. ما الوقت انا بقيت ورا كل الماتش النادي الاهلي وهوبي الاهلي بزيت يعني. والتدريبات انت بتحضري التدريبات كمان في التتش، انا سمعت او شفتك مره كمان هناك اكشلي يعني. في التمرين انا بحب عشان انا بحب الكوره. بس في ايطاليا الكوره في ثقافتي يعني جنون مجنون.